الرحيم، شرحنا في الفيديو اللي فات طريقة عمل الكيباد، وقدرنا نعرف ازاي اي اي سي يقدر يعمل سكان على البنات بتاعت الكيباد بحيث انه يحدد انهي بطن تم الضغط عليه. الطريقة اللي شرحناها في الفيديو اللي فات كانت فيها مجموعة من المشاكل، لكن المشاكل دي مش هتعوقنا على عن حاجة في الفيديوهات اللي جاية او في الشروحات اللي جاية، وبالتالي احنا في غنى ان احنا نتعرض ليها. لكن طبعا الناس اللي هتبحث عن فكرة عمل الكيباد هتقدر تبص على المشاكل دي وتحاول تجد لها حلول. نخش على الحاجة اللي بعد كده، وهي أوامر المايكرو سي اللي أنا محتاجها للتعامل مع الكيباد. كلنا عارفين إن أنا لما بوصل حاجة على المايكرو كنترولر فأنا محتاج أعرف المايكرو كنترولر الحاجة دي هتكون متوصلة على أنهي بن أو على أنهي بورت. فعلى سبيل المثال إحنا كنا لما بنيجي نوصل على ال اس دي كنا بنصدر مجموعة أوامر كده بنكتبهم قبل المين، بنحدد من خلالهم ال اس دي هتتوصل فين على المايكرو كنترولر. طب أنا دلوقتي هستخدم الكيباد، فلازم برضو تحدد الكيباد هتتوصل فين على المايكرو كنترولر. الكيباد بتاعتنا دي عباره عن 8 بنات، فطبعا هتاخد لها تقريبا بورت، ففي امر عندنا اسمه كاركتر كيباد بورت ات كذا كذا، ده اللي هو بيمثل لك اسم البورت اللي انت هتوصل عليه الكيباد. فانت مثلا لو هتوصل على بورت دي تكتب هنا كده كلمه بورت دي، لو هتوصله على بي تكتب هنا بورت بي، لو هتوصله على سي تكتب بورت سي، وهكذا. فده الامر الاولاني وبيتكتب قبل المين. الامر الثاني يا باشمهندسين هو عباره عن امر انيشاليزيشن للكيباد. طبعا احنا عرفنا ان غالبيه الموديلات اللي موجوده في المايكرو سي واللي بتصطدم مع المايكرو كنترولر بيبقى لها داله انيشاليزيشن زي ال سي دي اندرسكور اي ان اي تي، وزي الاي دي سي اي دي سي اندرسكور اي ان اي تي، وهكذا يا باشمهندسين. فده كده بالنسبه للداله الثانيه. الداله الثالثه اللي هي عباره عن ايه، اسمها كيباد كي كليك، كيباد اندرسكور كي اندرسكور كليك. الداله دي بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ الداله دي بتقرا القيمه اللي جايه من الكيباد، وطبعا طالما بتقرا قيمه يبقى لازم اخزن القيمه اللي هي هتقراها في متغير. فانا المفروض بعرف متغير كده ان هو كاركتر قبل المين وليكن كاركتر كي مثلا، واخد قيمه الكي ديت اخزن فيها القيمه اللي جايه من اللي جايه منين اللي جايه من الداله دي. طبعا الداله هتقرا القيمه اللي جايه من الكيباد. في داله ثانيه برضو بتقرا القيمه اللي جايه من الكيباد اسمها كيباد اندرسكور كي اندرسكور بريس. والداله دي يا باشمهندسين في فرق بينها وبين الداله الاولى. ايه الفرق بين الدالتين؟ الداله الاولى بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ لو انت ضغط على زرار ما بتاخدش القيمه الا لما تشيل ايدك من على الزرار خالص وتبتدي تاخد القيمه، وبعدين تنفذ الاوامر اللي بعدها، تنفذ الاوامر اللي بعد الامر ده. طيب لو انت ضغط على اكتر من زرار برده نفس النظام، مش هتتحرك من الامر ده الا لما تشيل ايدك من على الزرار كلها وتاخد قيمه اول زرار انت ضغطت عليه. طيب الداله اللي اسمها كيباد كي بريس دي بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ الداله دي بمجرد ما تحط ايدك على اي بوتن بتاخد القيمه وتخش تنفذ اللي بعد كده بصرف النظر انت شلت ايدك من على البوتن او لسه ما شلتش ايدك. فده كده يا باشمهندسين الفرق ما بين الدالتين. هقولهم سريعا تاني، الداله الاولى انت لما بتضغط على الزرار يا باشمهندسين، لما بتضغط على الزرار ما بتاخدش القيمه وتعدي، لا بتدنها واقفه لحد ما تشيل ايدك من على الزرار كلها او من على البوتنز كلها. لو انت ضاغط على اكتر من زرار بتستنى لحد لما تشيل ايدك من على البوتنز كلها وتاخد قيمه اول بوتن تضغط عليه. اما الداله الثانيه اللي هي كي بريس دي، الداله اللي هي كي بريس دي بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ مجرد ما تضغط على البوتن بتاخد القيمه وتعدي تنفذ بقيه الاوامر بصرف النظر انت شلت ايدك من على البوتن او ما شلتهاش. ونكمل بقيه الفيديوهات في الفيديوهات اللي جايه، ونكمل بقيه الشرح في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي يا باشمهندسين نشرح المشروع الخاص بالكيباد. المشروع يا باشمهندسين قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هو مشروع كبير، وهو فعلا كبير من ناحيه البروجرامنج اللي هتكتب فيه، لكن ان شاء الله نحاول نبسطه قدر الامكان. المشروع عباره عن مشروع فلاش، لكن انا مش عايز الفلاش ده يشتغل الا لما اليوزر يدخل باسورد ويكون الباسورد اللي اليوزر مدخله ده الباسورد الصحيح. انا طبعا عامل الكود على اساس ان الباسورد 1 2 3، فلو اليوزر دخل الباسورد الصحيح اللي هو 1 2 3 يبتدي يشغل الفلاش على الليد. طب لو دخل باسورد غلط وليكن 1 4 7 يبتدي يطلب الباسورد تاني. طيب تعالوا ونشوف كده يعني الكام خطوه اللي احنا هنستخدمهم في البرنامج. احنا عايزين اول حاجه يظهر لنا كلمه انتر باسورد زي ما احنا شايفين كده على ال سي دي، وبعد كده لما ابتدي ادخل الحروف بتاعتي او لما ابتدي ادخل الباسورد بتاعي كل بوتن بضغط عليه يظهر لي هنا نجم، لان احنا الكلام ده طبعا معروف. الناس اللي بتدخل على الفيس او على الياهو او على اي مكان بيتكتب فيه باسورد ما بيظهرلكش الباسورد، لكن بيظهر لك مكانه علامه النجمه زي ما احنا شايفين كده. فده بالنسبه للخطوه الثانيه. الخطوه بعد كده يبتدي البرنامج يختبر الباسورد، لو كان الباسورد صحيح يشغل الفلاش، لو الباسورد غلط يبتدي يطلب الباسورد من جديد.
ادي البرنامج زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين. هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه مايكرو كنترولر وليد وال سي دي وكيباد. وناخد بالنا ان احنا هنوصل الكيباد على بورت بي زي ما احنا شايفين كده، وهنوصل ال سي دي على بورت دي. نبتدي يا باشمهندسين نشرح الخطوات الخاصة بكتابة الكود بتاعة المشروع. احنا قلنا يا باشمهندسين قبل كده ان اول خطوة بحتاج ان انا احددها لما اجي اكتب كود لبرنامج كبير، ان انا احدد الموديولات اللي انا هستخدمها مع المايكرو كنترولر. طب الموديولات اللي انا هستخدمها هنا ايه؟ لو رحنا رجعنا للصورة دي كده هنلاقي ان انا محتاج الموديول بتاع الكيباد والموديول بتاع ال سي دي. طب ماشي، انا حددت ان انا هتعامل مع الكيباد وال سي دي، اعمل بيهم ايه بقى؟ تحدد معاهم حاجتين. الحاجة الأولى أنت هتوصلهم فين على المايكرو كنترولر، والحاجة التانية إن أنت تكتب دوال الانيشاليزيشن الخاصة بيهم. فطبعا دالة الانيشاليزيشن الخاصة بالـ LCD زي ما احنا شايفين كده، ودالة الانيشاليزيشن الخاصة بالكيباد زي ما احنا شايفين كده. طبعا الدالة دي شرحناها في الفيديو اللي شرحنا فيه الدوال اللي بتتعامل مع الكيباد، والدالة دي شرحناها في الفيديوهات الخاصة بالـ LCD، مش هنبتدي نخش في التفاصيل دي تاني. طيب ايه الخطوة التانية اللي قلتلكوا عليها من شوية؟ قلتلكوا ان انا لازم احدد ال LCD والكيباد متوصلين فين، اعرف المايكرو هم متوصلين فين. لو رجعنا للفيديوهات الخاصة بشرح الدوائر اللي بتتعامل مع الكيباد، هنعرف ان في دالة اسمها كاركتر كيباد بورت، او امر اسمه كاركتر كيباد بورت ات بورت كذا. بورت كذا ده يا باشمهندسين اللي متوصل عليه الكيباد. لو انا موصله على سي مثلا اكتب بورت سي، لو انا موصله على دي اكتب بورت دي، لو انا موصله على بي زي ما احنا موصلينه هنا في البرنامج بتاعنا اكتب هنا بورت بي. طبعا الامر ده بيتكتب قبل داله المين. طيب الاوامر التوصيل الخاصه بالال سي دي عباره عن 12 امر. الناس ترجع للفيديوهات الخاصه بالال سي دي عشان تقدر تفهم ال 12 امر دول، لكن انا مش هخش فيهم بشرح تاني، مش عايزين نضيع وقت كتير في الشرح اوامر تم شرحها قبل كده. لكن كل اللي انا عايز اعرفه ان ال سي دي يا باشمهندسين متوصله على بورت دي بدايه من ار دي 2 لحد ار دي 7، وهو ده الكلام اللي احنا عاملينه في الفيديو ده او في الصوره دي. هتلاقي ان ال سي دي متوصله على بدايه من ار دي 2 لحد ار دي 7، والكيباد متوصله على بورت بي. طيب احنا كده يعني خلصنا اغلب الحاجات. طيب انت ايه الانبوتس والاوتبوتس تاني؟ يعني احنا الخطوه الاولى انت بتحدد الموديولات، الخطوه الثانيه بتبتدي تحدد الانبوت والاوتبوت اللي عندك. عندك سويتشات؟ ما عنديش سويتشات. طب عندك ليدات او عندك موتور او عندك ريلي؟ او عندي هنا ليد، يبقى لازم تحدد بن معين ان هو يشتغل خارج. فاحنا اشتغلنا على البن اللي اسمه ار سي 0 وحطينا له التريس بتاعه بزيرو عشان يبقى خارج، وقلنا له انيشالي خليك بزيرو. يعني ايه انيشالي بزيرو؟ يعني باي ديفولت في البدايه ان الليد هيكون مطفي. طبعا بنستخدم داله اسمها ال اس دي اندر سكور سي ام دي والكيرسور اوف عشان ما يظهرليش الكيرسور على ال سي دي. طيب ايه اللي يحصل بقى يا باشمهندسين؟ هيبتدي يروح هنا لداله اسمها جيت باسورد. الداله دي بتعمل ايه؟ الداله دي بتختبر الباسورد لو كان صح، يعني بتستقبل الباسورد من اليوزر وتختبره. لو كان الباسورد لليوزر ده دخله ده صح يا باشمهندسين، تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تخش تنفذ بقيه الاوامر. طب لو كان مش صح ما تنفذش حاجه، تدنها واقفه هنا ما تتحركش. طيب الداله جيت باسورد دي هل هي داله جوه المايكرو سي؟ لا طبعا، ده داله انت هتصممها. طيب لو الباسورد صحيح يا باشمهندسين هيعمل ايه؟ هيمسح الحاجات اللي على الشاشه، كلمه انتر باسورد والكلام ده، ويقول لك ويلكم. وبعد ما يقول لك ويلكم يبتدي يخش ينفذ برنامج الفلاش ده. كده يا باشمهندسين برنامج الفلاش بس مكتوب بطريقه مختلفه شويه. طيب نكمل كده، نروح نشوف الداله جيت باسورد دي. تعالوا الاول ناخد داله المين من البدايه تاني علشان نبتدي نشوف السيكونس بتاعنا ونتبعه. نخش طبعا التنفيذ بتاع اي برنامج بلغه السي هيبتدي يتنفذ من عند الداله الرئيسيه. فيبتدي يخش كده عند الداله الرئيسيه، يبتدي يحدد بين ار سي 0 ان هو اوتبوت ويخلي الانيشال بتاعه بزيرو. يبتدي يعرف ان في موديول عندي اسمه ال سي دي وموديول عندي اسمه الكيباد. يبتدي يعمل الكيرسور بتاع ال سي دي يلغيه. يبتدي يروح يختبر الباسورد، ولو لقى الباسورد صحيح يبتدي يرجع تاني ينفذ بقيه الاوامر. لو لقى الباسورد غلط يبتدي يعمل ايه يا باشمهندسين؟ يبتدي ان هو او ما يتحركش من هنا خالص الا لما الباسورد يكون صحيح. تعالوا بقى نشوف الداله اللي اسمها جيت باسورد دي يا باشمهندسين. احنا طبعا عارفين قبل كده في الفصول اللي قبل كده في الكتاب وفي الشروحات اللي قبل كده تعريف الدوال. قلنا تعريف الداله بيبقى عباره عن البدايه، هنا بنكتب نوع الداله وهنا بنكتب اسم الداله. اسم الداله ما ينفعش يكون فيه مسافات، فانا سميت الداله جيت اندر سكور باسورد. ونوعها كاركتر. كاركتر يعني ايه؟ يعني الداله دي بترجع حرف. زي مثلا على سبيل المثال لو انا بقول داله بتجمع رقمين، فالداله هتجمع الرقمين وترجعهم، يبقى نوعها انتجر لو الارقام اللي هي هتجمعها ارقام صحيحه. لو الارقام اللي هي هتجمعها ارقام عوامه او ارقام عشريه، يبقى نوع الداله ديت بدل كاركتر يبقى ايه؟ يبقى فلوت. لكن احنا هنا
ونقول الداله كاركتر، هي اصلا بترجع قيمه واحد، والواحد برضو بنعتبره ككاركتر. لو انت عايز تكتب انتجر مش هتفرق معانا في حاجه. طيب فده كده اسم الداله، وده الايه، وده النوع بتاعها. وطبعا في قوس بنفتحه للداله وفي قوس بنقفله زي داله اليمين بالظبط. تعالوا كده يا باشمهندسين نشوف اول حاجه نعملها في الداله. الداله دي اول حاجه بتعملها ايه، ان هي بتكتب على الشاشه كلمه انتر باسورد، دي اول خطوه. تاني خطوه بتستقبل الباسورد من الكيباد، او تستقبل اول رقم من الكيباد وتحط النجمه على الشاشه. طيب تالت خطوه يا باشمهندسين بتعمل عمليه التحويل. عمليه التحويل دي اللي هي ايه، اللي هي انا شرحتها قبل كده. اللي هي دي يا باشمهندسين، ان الارقام اللي ظاهره على الكيباد مش هي الارقام اللي انا بستقبلها، وبالتالي انا لازم احول الارقام اللي انا استقبلتها الى الارقام اللي ظاهره على الشاشه. فالداله دي هي هتعمل كده، الداله دي هتظهر لي كلمه انتر باسورد وتحط علامه نجمه لما ادخل حرف، وتبتدي تعمل عمليه التحويل ما بين اللي بيستقبله المايكرو كنترولر من الكيباد واللي المفروض ان هو مكتوب على الكيباد. وبعد كده تختبر الباسورد. لو هو الباسورد كان صح يا باشمهندسين تبتدي تنهي التنفيذ وتروح للداله الرئيسيه تاني، ترجع للداله الرئيسيه. يعني ايه ترجع للداله الرئيسيه؟ يعني تبتدي تتنفذ بقيه الاوامر. طيب لو كان الباسورد غلط، لو كان الباسورد مش صحيح، تستقبل الباسورد من جديد. يعني ايه تستقبل الباسورد من جديد؟ يعني ترجع هنا تاني تستقبل الباسورد هنا تاني. يبقى هي هتمشي بالسيكونس ده على الاوامر دي كده، تمشي عليها. لو الباسورد صح تروح للداله الرئيسيه، لو الباسورد غلط تبتدي تتنفذ من هنا تاني. طيب تعالوا نشوف يا باشمهندسين ازاي اظهر كلمه انتر باسورد على الشاشه. سهله، اوامر ال سي دي معروفه، ال سي دي اندر سكور اوت، على الصف الاولاني في العمود الاول اظهر لي كلمه انتر باسورد. ماشي مفيش مشكله. طيب هو انت الباسورد بتاعك بيتكون من كام حرف؟ لو هو من حرف واحد خلاص، لكن لو هو من اكتر من حرف وده الطبيعي يبقى لازم تعمل لوب. طب انا هفترض ان البرنامج بتاعي هنا ان الباسورد بتاعي من ثلاث حروف، فهعمل فور يا باشمهندسين من اول صفر لحد ثلاثه. 4 i بتساوي 0 و i اقل من 3 و i بلس بلس. هعمل ايه جوه 4؟ طبعا 4 بدايتها ايه يا باشمهندسين ونهايتها ايه؟ هعمل فيها ايه؟ هبتدي اول حاجه ان انا استقبل الباسورد، هستقبلهم حرف حرف. طيب استقبلت الباسورد يا باشمهندسين اعمل فيه ايه؟ احوله من القيمه اللي انا بستقبلها للقيمه اللي المفروض انها ظاهره على الكيباد. طيب انا لما اجي استقبل الباسورد استقبله فين؟ مش المفروض انا بستقبله واخزنه في متغير زي ما احنا عرفنا قبل كده؟ طيب انا هستقبل كام حرف؟ 3 حروف. قال لك لو انت هتستقبل 3 حروف عرف متغير مصفوفه من 4 اماكن. طيب انا دلوقتي هستقبل 3 حروف فاقول له كاركتر باسورد في 4. طب انت هتستقبل 5 حروف تقول له كاركتر باسورد في 6. طب لو انت هتستقبل 18 حرف تقول له كاركتر باسورد في 19، وهكذا يا باشمهندسين. وهنعرف السبب ده ان شاء الله، لو اذا كان يعني اذا ممكن نعرفه في اخر الفيديو او نعرفه في فيديو مستقل. طيب عشان انا هستخدم 4 وفيها اي فهعرف متغير اسمه انتجر اي، والكلام ده هيتكتب قبل المين يا باشمهندسين، المتغيرين دول هيتكتبوا قبل المين. فنيجي نقول كده ادي ال 4 وادي البدايه وادي النهايه. اول حاجه يا باشمهندسين هقول له استقبل الحاجه اللي جايه من الكيباد عن طريق الامر اللي اسمه كيباد اندر سكور كي اندر سكور كليك. يستقبلها ويعينها فين يا باشمهندسين؟ يعينها في الباسورد اوف اي. يعني خلينا نفهم موضوع الباسورد اوف اي ده اكتر. الامر ده يا باشمهندسين اللي هو كاركتر باسورد اوف اي ده هيعمل ايه يا باشمهندسين؟ هيروح في الميموري ويعمل لي يحجز لي 4 اماكن زي ما احنا شايفين كده، المكان الاول والمكان الثاني والمكان الثالث والمكان الرابع. طيب المكان الاول اسمه ايه يا باشمهندسين؟ اسمه باسورد اوف 0. المكان الثاني اسمه ايه؟ اسمه باسورد اوف 1. المكان الثالث باسورد اوف 2. المكان الرابع اسمه باسورد اوف 3. طيب انا عايز استقبل اول حرف، اول حرف هيتخزن فين؟ هيتخزن في باسورد اوف 0. طب انا بقول له 4 i بتساوي 0، فبدل ما اقول له هنا 0 هقول له i. ليه؟ لان الاي المفروض المره الاولى ب 0 والمره اللي بعدها بواحد والمره اللي بعدها باثنين وهكذا، لان بتزيد اهي يا باشمهندسين. فاقول له باسورد اوف i المره الاولى i ب 0 فهيتخزن في باسورد اوف 0، يستقبل القيمه ويخزنها في باسورد اوف 0. طيب بعد ما يستقبلها يا باشمهندسين هقول له لو كانت بواحد خليها لي ب7، ولو كانت باثنين خليها لي ب8، ولو كانت ب3 خليها لي ب9. ارجعوا للفيديو اللي فات عشان تقدروا تعرفوا التحويله دي. وطبعا بكمل بقيه الايه، بقيه الاف بتاعت التحويل، بكمل كل الافات الخاصه بعمليه التحويل. خلصنا من عمليه التحويل. طب انت استقبلت الحرف كده؟ استقبلت الحرف. المفروض بعمل الخطوه بعد كده اللي هي يا باشمهندسين اللي هي يظهر علامه النجمه دي على الشاشه، فبقول له ال سي دي اندر سكور سي اتش ار اللي هي زي ال سي دي اوت كده بس هي عباره عن حرف، بعرض حرف بس، واقول له 2 واي زائد 1 وعلامه نجمه بين سنجل كوتيشن. يعني ايه اي زائد 1؟ هو انا يا باشمهندسين لما اولا ده الصف وده العمود،
انا قلت له على الصف الاولاني يظهر لي كلمه انتر باسورد، الصف الاولاني يظهر لي كلمه انتر باسورد، فهعرض النجوم دي على الصف الثاني زي ما احنا شفنا كده ان انا بظهر النجوم على الصف الثاني. طب خلينا نقول كده، هو المره الاولى بيعرض النجمه فين؟ في المكان ده، المره الثانيه في المكان ده، المره الثالثه في المكان ده، المره الرابعه في المكان ده، يبقى كل مره المكان بيزيد بواحد، يبقى انا لازم اقول له خليها لي في اي زائد واحد. ليه اي زائد واحد يا باشمهندسين؟ لان الاي في المره الاولى بزيرو، وانا ال سي دي ما في بتعرفش مكان اسمه زيرو، هي تعرف مكان من واحد لحد 16، الحرف الاولاني فيها اسمه واحد، الحرف الثاني اثنين، الحرف الثالث ثلاثه. فبقول له اعرض لي في الصف الثاني العمود رقم واحد، اعرض لي النجمه. طب المره اللي بعدها يا باشمهندسين لما الاي تكون بواحد، هيقول له اعرض لي في الصف الثاني العمود رقم اثنين، اعرض لي علامه النجمه، وهكذا يا باشمهندسين. طيب طبعا 4 مش هيتنقل منها للي بعدها الا لما يستقبل كام حرف؟ 3 حروف. فاحنا طبعا استقبلنا لما الاي كانت بزيرو، يبتدي الاي بتزيد تبقى بواحد، فيبتدي يقرا القيمه ويخزنها في باسورد اوف واحد، ويبتدي يحولها ويبتدي يحط مكانها نجمه. وبعدين يستقبل لما الاي تكون باتنين ويخزنها في المكان اللي اسمه باسورد اوف اتنين، ويعمل عمليه التحويل، وبعدين يظهر لي علامه النجمه. وهكذا يا باشمهندسين بقيه الحروف لو انا عندي اكتر من 3 حروف. طيب يبتدي يا باشمهندسين يعمل ايه؟ طبعا امر هواي الباسورد اوف اي بتساوي يساوي زيرو، الكلام ده انا لسه ما شرحتوش، انا لسه هشرحه لكم ان شاء الله. طيب يبتدي يا باشمهندسين بعد ما استقبل الثلاث حروف عن طريق الجزء اللي هو خاص بفور ده، يبتدي يقارنه. طب يقارنه ازاي؟ في داله اسمها اس تي ار سي ام بي. الداله دي بتعمل ايه؟ الداله دي بتديها سلسلتين، ادي السلسله الاولى وبعدين كوما والسلسله الثانيه، تقارنهم ببعض يا باشمهندسين. لو كان السلسلتين زي بعض بالظبط يبقى الناتج بتاع الداله دي بزيرو، ترجع لك صفر. طب لو كانوا مختلفين ترجع لك واحد. يبقى تاني، لو كانت الداله دي السلاسل اللي موجوده معاها اللي هي السلسله الاولى دي والسلسله الثانيه دي، لو كان السلسلتين دول زي بعض ترجع لك صفر، لو كانوا مش زي بعض ترجع لك كام؟ واحد. طب تعالوا نبص كده، انا بدي له الباسورد، الباسورد اللي هو اللي انا استقبلته بقى ده، بقول له قارنه بالباسورد اللي هو متخزن عندك اللي هو واحد واثنين وثلاثه. لو كانوا زي بعض، يعني بقول له لو كانوا بيساوي صفر، يعني لو كانوا زي بعض ريتيرن 1. ريتيرن 1 يعني ايه؟ يعني ارجع للداله الرئيسيه هنا، نفذ بقيه الاوامر. طب لو كانوا مش زي بعض يا باشمهندسين، إلس. إلس يعمل ايه؟ جو تو لوب. فين لوب ده؟ جو تو لوب يا باشمهندسين يعني روح للسطر اللي اسمه لوب. فين السطر اللي اسمه لوب؟ اهو يا باشمهندسين، ده السطر اللي اسمه لوب. طبعا كلمه دي كلمه لوب، وهنا نقطتين مش سيمي كولن، دي نقطتين. فلو كان الباسورد صحيح روح للداله الرئيسيه، ريتيرن دي يعني ارجع من الداله اللي انا فيها دي، خلاص ارجع منها روح للداله الرئيسيه. لو ما كانش الباسورد صحيح إلس يعني جو تو لوب، يعني روح للسطر اللي اسمه لوب اللي هو قدامنا ده كده. طب يعني ايه روح للسطر اللي اسمه لوب؟ يعني ابتدي بقى اظهر على شاشه انتر باسورد، وابتدي استقبل الباسورد من جديد وابتدي اختبره تاني. طب لو كان الباسورد غلط ارجع تاني استقبله من جديد. طب لو كان الباسورد صح ارجع للداله الرئيسيه نفذ برنامج الفلاش، وهكذا يا باشمهندسين. طبعا من ضمن الافكار اللي انت ممكن تعملها هنا، ان لو اليوزر دخل اكتر من 3 مرات الباسورد غلط، يبتدي يظهر له رساله يقول له لا ده في مشكله، يقول له مثلا انت مش اليوزر الحقيقي اللي بيستخدم الجهاز، او يبتدي يفصل السيستم خالص ما يخلوش يستخدم، وهكذا يا باشمهندسين، عشان لو ده هاكينج ولا حاجه. ده انا اديكم بس امثله بسيطه. ده كده بالنسبه لمين؟ للداله اللي اسمها جيت باسورد. ده بالنسبه للداله اللي اسمها جيت باسورد. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي الناس تسمع الفيديوهين ورا بعض ان شاء الله عشان تقدر تستمر. في الفيديو اللي جاي هنبتدي نعمل الكلام ده على المايكرو سي، ونبتدي واحنا بنعمله على المايكرو سي ونشغله على البروتوس هنستنتج مجموعه من الملاحظات نذكرها في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.